المعادلة الأولى أو المثال الأول هي ال y ناقص 3x زائد 5 يساوي 0. رايد من عندي أمثلها بالمستوي الأحداث. هاي معادلة خطية linear equation. شلون نعرف أنها معادلة خطية؟ لأن بالضبط تشبه الصيغة العامة للمعادلة الخطية اللي هي أي واي x بواي الواي زائد العدد بدون x وبدون y تساوي 0. أوكي. خطوات الحل إذا تذكرون، الخطوة الأولى لازم شو نسوي؟ نحول المعادلة إلى صورة y تساوي f of x، بعدين نختار نقاط تمثل x، أي نقاط أنت تختارها، بعدين نكتب جدول بالنقاط إنه بنرسم هاي النقاط بالمستوى البياني. هسا الخطوة الأولى راح ننقل ال 3x والموجب 5 إلى الطرف الآخر، فراح يصير عندي ال y تساوي موجب 3x ناقص 5. باعتبار نقلناها نحولناها صارت الإشارة. هاي راح نعوض بها قيم الاكس اللي احنا نختارها. طبعا كلش كافي من تختار نقطتين او قيمتين للاكس. فراح نجي نختار مثلا اذا الاكس تساوي لصفر، فراح يصير 3 في 0 0 ناقص 5، معناها الواي تساوي سالب 5. اذا الاكس اخذناها 3، ف 3 في 3 9 ناقص 4، معناها الواي تساوي 4. مثل ما قلت نقطتين كلش كافية. إذا أخذت أكثر من نقطة أكيد راح يرسم لك الرسم بصورة أدق. فإذا أخذنا الأكس تساوي 2 مثلا أو 1 2، فراح تكون الواي 3 في 2 6 ناقص 5، بالتالي الواي راح تساوي 1. هسه نبدأ نسوي جدول للأكس والواي. أكس واي اللي تساوي أفوف الأكس، والاحداثي او الزوج المرتب الاوردر باير اللي هو اكس واي. فراح تكون عندي القيم الاكس اخذناها صفر، الواي طلعت سالب 5، معناها النقطه عندي صفر بسالب 5، والاكس من اخذناها 3 فالواي طلعت عندي 4 فالنقطه عندي 3 4، ومن اخذنا الاكس 2 الواي صارت عندي 1 فصارت عندي النقطه 2 بواحد. الآن نجي نمثل هاي النقاط على المستوى البياني. على فرض عندنا هذا الرسم البياني، هاي نقطة الأصل، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. النقطة الأولى قلنا 0 بسالب 5، راح يصير صفر بسالب 5 هاي النقطة. والنقطة الثانية 3 بأربعة، 1 2 3 1 2 3 4 تمام، فراح تكون هاي النقطة. والنقطة الثالثة اللي قلنا هي 2 طلعت عندي بواحد، 2 العفو بواحد، 1 موجب، فراح تكون هاي النقطة. الآن نجي نوصل بين هاي النقاط. راح تكون عندي هاي المعادلة، هي معادلة أو الرسم هذا هو تمثيل بياني للمعادلة الخطية اللي هي الواي ناقصا 3x زائد 5 تساوي 0.